أكو تقاعس وإهمال من مدراء الصيانة والفروع، فراح يكون المعيار لكل فرع لكل قسم صيانة كثرة العطلات، كثرة العطلات والانقطاعات مبرر كافي لإعفاء من المسؤولية. تجي للجدول أول بأول، يا فرع يا قسم صيانة في أعطال معناها أكو إهمال، خصوصا وإحنا متفقين أنه عندنا العدد الكافي من المحولات، ما عندنا نقص، عندنا كل المستلزمات يفترض ومتهيئين، لأنه ما معقول أن نجي ندخل للصيف ونقول إحنا عندنا نقص محولات. انطينا التخصيصات المالية، انطينا الصلاحيات، أكو دعم واضح من مجلس الوزراء للوزارة، وبالتالي مسألة إهمال أو تقاعس أو تخريب وتعمد، لأن أكو نفوس مريضة وأنتوا قاعد تشوفون الناس يعني تفرح من تشوف لها تقدم أو أكو مشروع ينجز، أكو ناس مرضى لا ما تريد هذا الاستقرار، وما نستبعد أنه تعبث بالمنظومة وبالتوزيع. فأي انقطاعات أي خلل في أي مركز مباشرة يصدر أمر إعفاء لهذا المسؤول.